السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين نخصصها اليوم عن الذكرى الرابعة لمخرجات الحوار الوطني. هل لا زال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ممكنا بعد 4 سنوات من الحرب التي قادتها ميليشيا الحوثي؟ ولكن بعد فاصل قصير. أربع سنوات انقضت منذ أنجز اليمنيون في حوار وطني شامل وثيقة مخرجات الحوار الوطني وقعت عليها مختلف القوى السياسية اليمنية. 4 سنوات مرت والشعب ينتظر تحقيق هذه المخرجات التي رأى فيها الأمل في الوصول باليمن إلى بر الأمان. رسموا ملامح بنائه المنشود، ثمة عراقيل وتحديات واجهها مؤتمر الحوار في مختلف مراحله، إلا أن هيئة رئاسته ممثلة بالرئيس هادي حرصت كل الحرص على التسلح بسيف الصبر والسلمية في مواجهة من سماهم بقوى الشر. لن نخرج وسنستمر وسيستمر الحوار وستفشل قوى الشر. إذن هكذا قالها الرئيس عبد ربه منصور هادي، ولكن بعد عجز الإنقلابيين عن إجهاض مشروع الدولة الاتحادية تحالفت قوى الشر أيضا لتدبير انقلاب دموي وانقضت على العاصمة صنعاء عشية 19 من سبتمبر 2014، وخلال 48 ساعة فقط كان منزل الرئيس تحت مرمى نيرانهم وفرضوا عليه الإقامة الجبرية. أفلت الرئيس هادي في فبراير 2015 من قبضة سجانيه، وبخروجه تنفس الشعب الصعداء، إلا أن تحالف الانقلاب بين صالح والحوثي أسقط الدولة وأعلنها حربا على جميع اليمنيين. اليوم والشرعية تبسط يدها على أكثر من 85% من أراضي الجمهورية اليمنية تحظى بدعم إقليمي ودولي، فإن الآمال لا زالت معقودة في استعادة الدولة والبدء بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. في هذه الحلقة من بين قوسين نناقش أبرز التحديات التي اعترضت طريق اليمن الاتحادي، وما الذي تحقق من بنود مخرجات الحوار الوطني، ومتى يمكن الانتقال إلى أهم الخطوات العملية وكيف. هذه التساؤلات وغيرها نطرحها على ضيوفنا في هذه الحلقة. سيكون معنا عبر السكايب من لندن الناشط الحقوقي وعضو مؤتمر الحوار الوطني البراء شيبان، وعبر الهاتف من عدن وزير الدولة لمخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني، وعبر الهاتف من تونس النائب في البرلمان شوقي القاضي، ومن عدن أيضا أو من عدن سيكون معنا من الرياض سيكون معنا الدكتور أحمد عطية رئيس فريق مسودة الدستور وعضو مؤتمر الحوار الوطني. قبل النقاش فاصل قصير. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الأستاذ براء شيبان عضو مؤتمر الحوار الوطني والناشط الحقوقي. مرحبا بك أستاذ براء. مساء الخير أستاذ براء، هل تسمعني؟ أسمعك بشكل واضح، تسمعني؟ نعم، مساء الخير وأهلا بك في هذه الحلقة من بين قوسين. أستاذ براء، اليوم الذكرى الرابعة لمخرجات الحوار الوطني، هل لا زال يعني ما اجتمع عليه اليمنيون في مخرجات الحوار الوطني ممكن تنفيذه ويرى النور؟ أنا أعتقد ليس فقط هو ممكن التنفيذ، هو الطريق الوحيد للخروج من أتون الحرب الأهلية التي تشهدها اليمن، وقد تكون أسوأ أزمة على كل الأصعدة مرت بها الجمهورية اليمنية. الحوار الوطني هو خلاصة، أنا أعتبره خلاصة نضالات اليمنيين، خلاصة العقد الاجتماعي المنتظر ما بين السلطة والشعب، وهو يعني بفكرة بسيطة يلخص فكرتين أساسيتين، فكرة مدنية الدولة، والفكرة الثانية مشروع الاتحادي، وهو المشاركة الواسعة في السلطة والثروة لكل الشرائح المجتمعية التي كانت مهمشة لفترة طويلة من صناعة القرار، ومهمشة كذلك لفترة طويلة من حصتها ممكن نعتبر العادلة في الثروة. المشروع هذا أنا أعتقد أنه لديه أمامه تحديات، ولكن لا يزال هو المخرج الوحيد
إذا أردنا أن نصيغ دولة على أساس المواطنة المتساوية، وأن لا نعيد إنتاج نفس القوى السابقة لتعيد وتستأثر بالسلطة من جديد. نعم، ولكن كما تعلم أستاذ براء، الكثير يتحدثنا الآن على أرض الواقع، صار هناك واقع جديد، يعني في الجنوب واقع جديد، الإنقلابيون فرضوا أيضا واقع آخر، ربما أصبحت مخرجات الحوار الوطني لم تعد محل قبول من جميع الأطراف في اليمن كما كانت سابقا. لا، أنا أعتقد هي يعني هي ليست مقبولة للقوى التي لا زالت تعتقد أنه بإمكانها خلط الأوراق، أو بإمكانها القوى التي تعتقد أنها يعني كل شيء ممكن أن تمتلكها بيدها. كل واحد يأخذ، يعتقد أن الدولة هي هذه عبارة عن قسمة، وكل واحد يأخذ حقه بيده، وهذه المشكلة الأساسية. بالنسبة للحوثيين، هم يعتقدون أنهم لا يريدوا مؤتمر الحوار الوطني لأنهم لا يحتاجوه. هم بالنسبة لهم يعتقدون أنهم لا زالوا يسيطروا على صنعاء، وبمجرد أن تخرج قوى التحالف من اليمن سوف ينقضوا على الجنوب من جديد، ويخرجوا كل القوى التي تحالفت ضدهم من السلطة، يعني عاجلا أم آجلا. وبالنسبة للأسف الشديد لبعض القوى التي، وليس الكل، بعض القوى الموجودة في الجنوب، يعتقدوا أنهم يستطيعون أن يختزلوا الصوت الجنوبي لوحدهم، وهذه أيضا مشكلة ثانية. مؤتمر الحوار الوطني ليس ضد القضية الجنوبية، ومخرجاته بالعكس تؤسس لحل عادل للقضية الجنوبية، لم تكن أبدا حتى الذي يطالب بفكرة حق تقرير المصير، لم تكن ضد حق الشعب الجنوبي في تقرير مصيره، بالعكس كانت بمثابة حل عادل مرضي لكل الأطراف اليمنية. فيما بعد إذا الجنوبيين أيضا لم يستشعروا أنهم حققت لهم الحوار الوطني، أو لم تحقق لهم الدولة القادمة مطالبهم، من حقهم أن يعيدوا نفس المطالب من جديد، ولكن لا يمكن أن نختزل الصوت في أتون الحرب ونقول لأننا في وضع الحرب استطعنا أن نفرض أمر واقع جديد، فهذا الواقع سوف نفرضه على الجميع سواء شاءوا أم أبوا. نعم، طيب أستاذ براء، ابقى معي ونشرك معنا في الحديث البرلماني شوقي القاضي من تونس عبر الهاتف. مرحبا بك أستاذ شوقي. أهلا وسهلا بالحبيب، وأهلا وسهلا بالسادة والسيدات المشاركين والمستمعين. مرحبا بك أستاذ شوقي. أين يقف اليمنيون اليوم بعد 4 سنوات من الحرب والانقلاب على مخرجات الحوار الوطني؟ بداية أحيي جميع المشاركين، وأحيي قبل ذلك الذين شاركوا في مؤتمر الحوار الوطني، والذين خرجوا بأفضل وثيقة متاحة. لا بد من التأكيد بداية على ما ذكره الأخ البراء رعاه الله، في أنه الطريق الوحيد الآن لخلاص وخلاصة نضال اليمنيين. هذا المؤتمر وهذه الوثيقة التي شاركت فيها جميع القوى السياسية بلا استثناء، هذا رقم واحد. ثانيا، شاركت فيه جميع الفئات، قبائل، تجار، نساء، شباب، أحزاب إلى غير ذلك. ثالثا، نوقشت في هذا المؤتمر وبشفافية وحرية ومسؤولية جميع قضايا اليمن. لم يكن هناك أي تحفظ، لم يكن هناك أي سقط. لأول مرة في تاريخ اليمنيين يؤسس الشعب اليمني عبر فئاته الممثلة في المؤتمر لدولتهم، بعيدا عن وصاية حاكم، وبعيدا عن وصاية انقلاب، وبعيدا عن وصاية حكم كهنوتي أو حكم سلالي أو ديكتاتور. ولهذا كما ذكر الأخ البراء، وأنا أتفق معه، أن المرحلة الآن بالعكس تماما، المرحلة الآن هي التي تستدعي تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. ليس هناك بديل مطلقا، يعني الذين يريدون أن يقلبوا الطاولة ويقولون أن الظروف تغيرت وتبدلت ليتنصلوا من التزامات مخرجات الحوار الوطني، إنما هم يدينون أنفسهم. لماذا؟ لأن المرحلة الراهنة تؤكد تماما أنه لا بد من تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واليمن الاتحادي وغير ذلك من المخرجات التي عندما يقرأها. وأنا هنا أطالب اليمنيين، أطالب المثقفين أن يعطوا هذه الوثيقة شيئا من الاهتمام ويقرؤوها، مع أنها أمر مفرغ منه، مفروغ منه تماما. كل القوى صادقت عليها، المجتمع الدولي يعترف بها، ولذلك يقف اليمنيون اليوم
على مفرق طريق إما تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبالتالي النجاة وتأسيس الدولة، وإما لا سمح الله إما حرب وإما هيمنة كهنوت وإما هيمنة المفسدين. نعم. ألم تكفي 4 سنوات من الانقلاب والحرب أستاذ شوقي اليمنيين يتوحدوا جميعا حول هذه المخرجات؟ أستاذ شوقي أيضا أنت كتبت يعني أكثر من مرة حول من تسببوا بإجهاض هذا الحلم وهي مخرجات الحوار الوطني وهم يتحملون المسؤولية، هل تعتقد اليوم بعد 4 سنوات من الحرب والانقلاب على هذه المخرجات فهموا الدرس وبدأوا الآن يمشوا في الطريق الصحيح للعودة وتنفيذ هذه المخرجات أم لا؟ هم لم يفهموا الدرس. يعني أن تطالب الكهنوتي وأن تطالب الدكتاتور وأن تطالب المفسد وأن تطالب المهيمن أن يذعن لأفضل وسيلة لبناء اليمن، هذا أمر مستحيل. ينبغي هنا للشعب المستفيد وللقوى الحية وخاصة الشباب الذين يأملون بناء دولة مدنية حديثة، ينبغي على الشعب الآن الذي ينبغي أن يساهم وأن يشارك له حق، لأن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني تحقق مبادئ كبرى، تحقق أولا مبدأ الشراكة في الحكم كما ذكر أيضا الأخ الكريم البراء، تحقق أيضا مبدأ المواطنة المتساوية. يا أخي الكريم دعني أكون شفافا وواضحا، المواطنة المتساوية فقدت من اليمن منذ التاريخ، حيث الكهنوتيون الإماميون السلاليون وآخرهم الآن إن شاء الله آخرهم على مستوى اليمن عبد الملك الحوثي وميليشياته، أسسوا لتمييز عنصري يفرق حتى ما بين الأحساد والأنساب وبسبب كما يقال السلالات. أيضا المفسدون من أهل المناطق قسموا اليمن أيضا إلى مناطق، فهذا من قبيلة كذا ينبغي أن يحكم وينبغي أن يسرق. شكلنا في البرلمان، وأنا هنا سأورد لك بعض الحقائق لكي يعرف اليمنيون كيف كانت هي مأساة هذا الفساد وهذا الهيمنة والسيطرة التي سينهيها تطبيق يعني مخرجات الحوار. شكلنا مرة لجنة للنزول إلى أراضي تهام المنهوبة، وشكلنا قبلها لجنة للنزول إلى أراضي الجنوب المنهوبة، فوجدنا أن هناك لوبي من المفسدين، هوامير من الفساد. نعم. ينهبون آلاف الكيلومترات وينهبون الأرض وينهبون. نعم. حتى لم تعد خافية أستاذ شوقي هذه المعلومات على أحد. أستاذ شوقي لم تعد يعني هذه المعلومات تخافي على أحد، ولكن الآن ربما بعد الحرب الآن ظهر أيضا صوت آخر وهم الانفصاليون ويرفضون مخرجات الحوار الوطني جملة وتفصيلة ويبحثون عن واقع جديد، بل يبحثون على الانفصال. هل نحن الآن أمام عقبة جديدة إذا ما تم إنهاء الانقلاب؟ سندخل في مرحلة أخرى من انقلاب جديد باسم الانفصاليين؟ أخي ليس غريبا مطلقا على من عاش الحكم والهيمنة أن يحاول استرداد الحكم والهيمنة. الجنوبيون جميعهم لا يرفضون مخرجات الحوار الوطني، هم قلة قليلة يعني مجموعة من الهوامير، أيضا كما نشكو من هوامير الهضبة نشكو أيضا من هوامير في محافظات جنوبية عاثوا في الجنوب، أفسدوا في عدن، أفسدوا في حضرموت، أفسدوا في المناطق، مزقوا الأهالي، عاتوا فيها فساد. اليوم يتصورون هؤلاء بأنهم يتصورون بأنهم سيستردون حلمهم وسيعيدون حكم الجنوب والهيمنة على الجنوبيين وعلى اليمنيين في المحافظات الجنوبية كما كانوا. وإلا من قال لك أن أبناء عدن يقروهم؟ أبناء عدن بمختلف تنوعهم من كل مناطق الدنيا، عدن حاضنة الدنيا كلها، من قال لكم أن عدن يعني مقرة لهؤلاء؟ هؤلاء نعم. الآن جاءوا في غفلة ضعف دولة، استقووا بالسلاح واستقووا بميليشياتهم وفرضوا شيئا من الوصاية على الناس، لكن نعم. أنا على يقين بأن الدولة إذا عادت ومؤسساتها طيب. إذا عادت فإنها نعم. ستؤسس لي نعم. طيب أستاذ شوقي سؤال أخير أودعك فيه، يعني هذا الجزء أيضا الأكبر وهذا الإخفاق ما رافق مؤتمر الحوار الوطني ما وصل البلاد إلى هذا الوضع، الكثير أيضا يحمل الشرعية والرئيس عبد ربه منصور هادي جزء أيضا من المشكلة التي أنتجت هذا الواقع. أخي بداية هذا الواقع أولا أنتجه الانقلاب، ينبغي أن نسمي الأشياء في بداية بمسمياتها، وينبغي أن نرتب المجرمين حسب ترتيبهم وكذلك المقصرين. الذين انقلبوا والذين دمروا اليمن هم الانقلابيون، تحالف عبد الملك الحوثي وعلي عبد الله صالح،
هذا الانقلابيون هم الذين قلبوا كل المآسي على اليمن، هذا رقم واحد. نعم كان هناك شيء من التقصير في يعني في مؤسسات الدولة، كان هناك شيء من التقصير، لكن الذين قلبوا الدمار والحرب إنما هم ميليشيا الانقلاب عبد الملك الحوثي وعلي عبد الله صالح. نعم، أشكرك جزيل الشكر البرلماني الأستاذ شوقي القاضي، كنت معنا عبر الهاتف من تونس، وأعود إلى لندن مع الأستاذ براء شيبان عضو مؤتمر الحوار الوطني. أستاذ براء، إذن ربما الأستاذ شوقي كانت له وجهات نظر ربما مختلفة قليلا عما طرحته أنت، لكن الجميع يتفق أن الانقلاب هو سبب المشكلة ورأسها. الآن يعني من كانوا في مؤتمر الحوار الوطني وبجميع تشكيلاتهم وجميع اللجان التي شكلت فيها، هل لا زالون يحملون نفس يعني قدر المسؤولية كما كانت في الماضي، وهم يعني مستعدون لمواصلة هذا المشوار حتى تنفذ، أم الآن بدأ كل يعني شخص أو كل جهة تتجه نحو مشروع تبحث لها عن موطئ قدم وتناست ما اتفق عليه اليمنيون؟ طبعا لا أستطيع أن أتحدث باسم كل أعضاء الحوار الوطني، لكن نعم. أستطيع أن أقول لك هناك مجموعات، هناك مجموعة انضوت تحت السلاليين والكهنوتيين ويعتقدوا أنهم أن جماعة الحوثي سوف تحقق لهم ما يحلموا فيه من سلطة وهيمنة، ويعتقدوا أن الحوار الوطني كانت تجربة ومضت. وهناك مجموعة أخرى ربما يبحثوا عن مصلحة معينة في مكان معين، لكن أنا متأكد أن كثير من أعضاء الحوار الوطني لا يزالوا يحملوا نفس المشروع. أنا على تواصل بكثير من أعضاء الحوار الوطني، لم يكن معظمهم، وإلى هذه اللحظة وأستطيع أن أتحدث إليك، أعضاء الحوار الوطني من الجنوب إلى الشمال إلى الشرق إلى الغرب من الذي شاركوا معنا في الحوار الوطني لا يزالوا يحملوا نفس الهم، نفس الفكرة، نفس المشروع، بل ويؤمنوا أن الخلاص الوحيد من الأزمة التي تمر بها اليمن حاليا هو العودة إلى ذلك المسار. أي مشاريع الآن بديلة هي تشتت الانتباه، وتحاول أن يعني نحاول نحن نخلق العجلة من جديد. المشروع موجود أمامنا، من يعتقد أن هذا المشروع غير صالح لازم المفروض أن احنا نختبر الناس. نحن كنا نطالب أن يخرج المشروع الدستور للاستفتاء، لم نطالب أكثر من ذلك. الذي يحاول أن يعرقل الناس حتى من حقهم في الاستفتاء هو الذي يحاول أن يعرقل مشروع الدولة الجديدة. من يحاول أن يفرض شيء جديد هو يجب أن نسمح للناس أن يحددوا خياراتهم. أما أن نقول لا فقط أنه الناس كلها لم تشارك فلذلك احنا سنمنع حتى الناس من حقهم في الاستفتاء، اعتقد هذا هدر كبير، ونحاول ان احنا نخلق عجلا جديد. المشروع واضح يحظى بدعم اقليمي ودولي غير استثنائي، فهذا المشروع يجب ان نلتف حوله جميعا كيمنيين ثم نمضي الى المستقبل. نعم، طيب استاذ براء ابقى معي ونشرك معنا في الحديث الان من عدن من العاصمة المؤقتة وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني معالي الوزير ياسر الرعيني. معالي الوزير مساء الخير. أهلا بك معالي الوزير. مخرجات الحوار الوطني بعد الانقلاب وبعد 4 سنوات من الحرب، هل لا زالت قابلة للتنفيذ؟ شكرا جزيلا. هو مخرجات الحوار الوطني هي مشروع وطني لكل أبناء الشعب اليمني، شارك في صياغتها كل الفعاليات والقوى والمكونات السياسية والاجتماعية في حوار وطني شفاف بدون شروط مسبقة ولا بعيدا عن أي ضغوط إرادة وطنية خالصة وبرعاية أممية وإقليمية. وصل الناس فيه إلى التوافق على معالجة إشكالات الماضي ووضع الأسس لبناء المستقبل، وأصبحت مرجعية من مرجعياتنا كيمنيين. وحتى إذا تذكرتم الانقلابيين الحوثيين لما بدأوا بمحاصرة العاصمة صنعاء كانت أحد مطالبهم الثلاثة التي يعني حاولوا التعميل على الناس بها هو تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. ومخرجات الحوار الوطني تحولت بعد ذلك إلى مسودة الدستور، وكان من المفترض أن يتم مناقشتها في إطار الهيئة الوطنية وكذلك إزالها في المشاورات العامة ثم الاستفتاء عليها. فأتى الانقلاب وأوقف كل هذه العملية. اليوم نحن نعاود العمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني باعتبارنا في إطار
عملية سياسية أتى هذا الحادث الذي حاول قطع هذه العملية السياسية فانتفض الشعب ضد هذا الانقلاب من أجل حفاظا على هذا المشروع ودفاعا على هذا المشروع المعدل. الموضوع عند مسألة إنهاء الانقلاب هو تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. نعم كيف مع الوزير كيف استطاع الانقلابيون معذرة على المقاطعة كيف استطاع الحوثيين أن يعني يسقط الدولة تحت ذريعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وهم بالفعل أصلا والحقيقة أنهم انقلبوا عليها أصلا؟ هذه هي كانت أحد الذرائع الثلاثة التي خرجوا التي يعني غلطوا الناس بها يعني وحاولوا في الإعلام تعمية على الناس بها من أجل الوصول إلى العاصمة صنعاء. مجرد أن سيطر بقوة السلاح على مؤسسات الدولة العاصمة صنعاء ظهرت حقيقتهم أنهم ليسوا لا مع مخرجات الحوار ولا مع دولة وطنية ولا مع مشروع جمهوري ولا مع مواطنة ولا مع أي من القيم وأسس بناء الدولة أو القيم حتى الإنسانية يعني. وبناء عليه انتفض الشعب اليوم دفاعا عن 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 حقه في عن حقه وإرادته ودفاعا عن هذا المشروع. نعم وهذا المشروع يعني لما نتحدث عن مخرجات الحوار الوطني ما زالت هي المرجعية الوطنية وهي المشروع المجمع عليه والمتوافق عليه وقد تحول كما ذكرت أنا إلى مسودة الدستور لكي يعرض على الشعب بالاستفتاء العام عليه لتتحول لنمضي في بناء الدولة. اليوم المشروع الوطني وهو الوحيد ولا يوجد أي يعني وهو الوحيد والمرجع الأساسي للعمل لبناء الدولة هي مخرجات الحوار الوطني منبثقة عن التوافق السياسي عن بناء على ثورة شبابية شعبية سلمية وإحراج جنوبي ومبادرة خليجية. كانت النتيجة والخلاصة هي هذه المخرجات التي نشرت مشروع الوطني بكل أبناء الشعب. الأصوات الآن التي تنادي معالي الوزير بحوار وطني جديد كيف ستتعاملون معها؟ هو الحديث اليوم عن الحوارات السياسية هي الحوارات ما بين الانقلابيون يسمون بالحوثي والمشاورة العامة وحديث عن إنهاء هذا الانقلاب ليس لكن مرجعيته هي مخرجات الحوار الوطني. اليوم أصبحت مخرجات الحوار الوطني مرجعية. الحديث عن أي مشاورات سياسية في هذه المرحلة هي لإنهاء الانقلاب بطرق سلمية واستعادة الدولة لاستئناف العملية السياسية ومخرجات الحوار الوطني. لا يوجد أي حديث آخر. نعم. لحوارات تنادي اليوم ما زلنا في مرحلة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. ما بعد إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وبسط الدولة سيطرتها على الأرض إذا كان لأي من أي من القوى السياسية طرح فيما يتعلق بمسألة استكمال المسار السياسي أو غير هذا هنالك هيئة وطنية مخرجات الحوار الوطني نظمت هذه العملية ونظمت استكمال المسار السياسي كل حتى المستجدات اليوم التي طرأت حلولها ومعالجتها متضمنة في مخرجات الحوار الوطني لأننا نتحدث عن مخرجات شاملة استوعبت كل إشكالات اليمنيين ونحن حتى اليوم هذا الانقلاب هو من أجنبي. نعم. وعرضت كل إشكالات اليمنيين ووضعت الأسس ببناء مستقبل جديد وأسست ووضعت الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الممثلة لكل القوى والفعالية السياسية وهي الهيئة السياسية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والتأكد من تنفيذها وإذا ما طارئ ناقش فيها باعتبارها هيئة مشكلة من القوى السياسية وآلية عملها وفق الآلية التي كان متفق عليها في مخرجات الحوار الوطني. نعم. سؤال أخير معالي الوزير أختم معك الآن الأولويات بالنسبة لكم أنتم وأنت كوزير دولة لمخرجات الحوار الوطني وهل لا زال تحظون بالدعم الدولي والإقليمي لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني؟ مخرجات الحوار الوطني ما زالت أكيد يعني هذا لا نقاش فيه عن موضوع الدعم الإقليمي والدولي. تسمعون كل يوم البيانات التي تصدر هنا أو هناك من المجتمع الدولي بيانات مجلس الأمن وقرارات مجلس الأمن كلها تؤكد على مخرجات الحوار الوطني كمرجعية وأن المسار السياسي لم يتم سواء الآن أو استكمال المسار السياسي بفعل استكمال التغيير هو كله وفق لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفق مخرجات الحوار الوطني. دورنا نحن في هذه المرحلة بعد أن عادت الشرعية والعاصمة المؤقتة عدن بدأنا وأعدنا العمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. كما تعلمون مخرجات الحوار الوطني منها موجهات دستورية ضمنت في الدستور وموجهات قانونية بعد ذلك ومنها توصيات وضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني متعلقة بهذه المرحلة. نحن نعمل في إطارها في على هذا الأمر من خلال
مؤسسات الدولة المختلفة، ومن خلال إعادة الأمل إلى الناس ورفع وعي المجتمع بمخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور وتعزيز تماسك، وهذا هو ودور هذا أيضا، وهذا مسهم في تعزيز تماسك المجتمع ومنع مزيد من تمزقه. بالإضافة إلى أن مجلس الوزراء اتخذ عديد من القرارات ومنها استيعاب توصيات مخرجات الحوار الوطني في برامج وخطط الدولة، منها أدلة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، منها تهيئة مؤسسات الدولة وفقا لمخرجات الحوار الوطني سواء المحلية أو المركزية، ومنها أيضا هذا العام بتوجيه فخامة رئيس الجمهورية بأن تكون من أولويات الحكومة خطة الحكومة لهذا العام تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، واتخذ هذا بناء أيضا وأقر مجلس الوزراء بقرار هذا الأمر، ضمنت أيضا برامج تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في خطط الوزارات والمؤسسات. سنستناش هذا الفترة القادمة كثير من هذا الأمر فيما يتعلق بالتأهيل والتدريب والتوعية، وكذلك ما يتعلق بتهيئة المؤسسات وفقا لمخرجات الحوار الوطني واستيعاب التوصيات وتنفيذها على أرض الواقع. معالي وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من العاصمة المؤقتة عدن. وقبل العودة إلى البراء شيبان عضو مؤتمر الحوار الوطني، نذهب الآن مشاهدينا الكرام لمتابعة هذه التصريحات عن آراء المواطنين عن مخرجات الحوار الوطني، وهل لا زال تنفيذها ممكنا، وأيضا الانعكاسات على هذه الحالة السياسية التي انتجتها الحرب والانقلاب. نتابع ومن ثم نعود. مرت 4 سنوات على الحوار الوطني. الحوار الوطني كان أمل الشعب اليمني بيخرج من أزمة، لكن للأسف الشديد المخرجات في أدراج الأمم المتحدة مع التحالف، وهذا سبب أزمة كبيرة للمواطن اليمني. المخرجات الحوار الوطني في طريقها إلى التنفيذ، حيث أنجزت الحكومة بنسبة 85% من ضمنها بناء الجيش، والآن في طريقها إلى 21 نقطة الذي متمثلة بحياة المواطنين، مثل إعادة المبعدين قصرا من وظائفهم، حكومة بن دغر في الأسبوع الماضي مجلس الوزراء بالتحديد يعني اجتمع وأقر كثير من القرارات، وكلف اللجنة باستكمال بعض المعوقات التي تعيق اللجنة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. 4 سنوات والناس الوضع متدهور، والعملة تزايد، ومصروف الناس هذا الراشن وهذا ما قدروا يشتروه، كله في ارتفاع، والشرعية منهارة مرة. ايش من شرعية؟ الشرعية هي زي مثلث برمودا، كل ما اجى السفينة اختطفتها. يعني خلوا الناس متدهورين والوضع متدهور، والمواطن يعاني الأمرين، ضاق المر المواطن من كل أجلاهم. خلاص مخرجات الحوار الوطني شاركت فيها كل الشرائح من المجتمع اليمني بما فيها أحزاب ومنظمات وحقوقية وإنسانية وكذا، يعني شاركت في مخرجات الحوار الوطني كل شرائح المجتمع زي ما قلنا، ولكن هناك كانت في نوع من نحن نقول ان ازمات موجوده ناتج عن اقليميه ودوليه هكذا، عكست جوهر المخرجات الحوار الوطني على هذا الاساس، ومنها اللي حصلت ايش الازمات اللي حصلت في البلاد من ما حكات وامور يعني الكل يعرف عنها، ولكن ان شاء الله انه في تباشير خير ان الامور كلها تصلح باذن الله. حياكم الله مشاهدينا الكرام، واعود الى لندن عبر السكايب مع الاستاذ براء شيبان عضو مؤتمر الحوار الوطني. استاذ براء، لفت انتباهي تصريح بعض المواطنين الذي قال ان الشرعيه كالسفينه التي تختطفها مثلثات برمودا في اعماق البحر، كلما يعني الناس التفوا حول الشرعيه ليصلوا الى بر الامان يعني تآمروا عليها وتم اسقاط الشرعيه. الآن باعتقادك، هل الآن الحكومة الشرعية وأيضا المجتمع الدولي والإقليمي سيكون يعني واقف بجدية مع اليمن لتعود إلى سابق يعني قبل الانقلاب وتعود الدولة مثل ما كانت ومؤسساتها، أم ربما سنشهد فصول أخرى من المعاناة لليمنيين؟ يعني ممكن أجيب عن سؤالك هذا في جزئين. نعم. الجزء الأول، المسؤول الأول عن استعادة دفة خلينا نعتبرها دفة السفينة واستعادة الدولة وعودة مؤسساتها هم اليمنيين.
المفترض ما ننتظر لا للمجتمع الدولي ولا الإقليمي أن ينفذوا لنا وأن يحققوا لنا مطالبنا. المعني الأول بالدرجة الأولى هم اليمنيين، هم مع حكومتهم. كلما استطعنا أن نلتف حول قضيتنا وقضية استعادة الدولة كلما نجحنا، وكلما انتظرنا نحن نعتقد أنه في حل بينزل علينا من السماء، أنا أعتقد بننتظر لفترة طويلة وقد تكون طويلة جدا. النقطة الثانية، في بعض التقدم فيما يتعلق بالمجتمع الدولي في تعامله مع الحكومة اليمنية. لأول مرة هذه السنة في لقاءات فيما يتعلق مشروع إعادة إعمار اليمن، واللقاءات تتم على مستويات عالية، فمعناتها في بعض التباشير، ولكن دائما الذي يستطيع أن يفرض أمر واقع هم اليمنيين. فيجب علينا أن لا ننتظر كثيرا للمجتمع الدولي، كلما استطعنا أن نحن نترجم عودة مؤسسة الدولة إلى أرض الواقع كلما فرضنا أمر واقع على المجتمع الدولي، وكلما اضطر سواء المجتمع الإقليمي أو الدولي أن يتعامل مع الواقع الموجود. في الأخير المجتمع العالم لا يريد كثير من اليمنيين، وحتى الإقليم يريد فقط أن تكون الوضع مستقر، واليمنيين يتفقوا كيف إدارة بلادهم بالطريقة الذي هم يروها مناسبة. ولكن كما تعلم أستاذ براء، ربما هذا صعب المنال في الوقت الحالي. أصبحت اليمن يعني قرارها لم يعد بيد اليمنيين، وهذه حقيقة لم يعد ينكرها أحد، يعني سواء إقليميا أو دوليا هي المتحكم بما يدور في اليمن، خاصة مع يعني وجود الانقلاب ومع ضعف الشرعية في هذه الفترة. الآن أنا أعتقد أنه المهمة الأساسية أمام اليمنيين هي استعادة الدولة. الآن كل الأعين وكل الجهود يجب أن توجه ضد الانقلاب. الآن كل المشاريع التي تحاول أنها تستنزف اليمنيين في أي مشاريع أخرى، أنا أعتقد أنها بتستنزفنا كثيرا. عدو اليمنيين الآن هو واضح، عدو اليمنيين هم هؤلاء السلاليين الكهنوتيين الذين سينقلبوا على الدولة. والذي أنا أذكر اليمنيين فقط بتصريح بالأمس، محمد الوخيتي يقول للجنوبيين بشكل واضح، يقول لهم نحن نتمنى أنكم يعني تجعلوا مناطقكم مستقرة، ولكن إذا لم تستقر نحن سنضطر نحن نتدخل من جديد. معناته أنهم يقولوا أننا لن نتوقف فقط في المناطق التي هي تعتبر محافظات شمالية، بل سينقضوا على بقية اليمنيين. من يعتقد أنه بمأمن عن هذه الميليشيات هو واهم. يجب أن ينتهي مشروع الحوثيين، وهدفنا لكسر جماعة الحوثي عسكريا هو ليس فقط الحرب لأجل الحرب، نحن نريد أن نصل إلى السلام، ولكن الظروف الموضوعية تقول لنا حتى نصل إلى السلام يجب أن تكسر هذه الجماعة عسكريا، وبعد ذلك نستطيع إدماجهم في ضمن مشروع الدولة. غير مشروع الدولة ومشروع المواطنة المتساوية أنا أعتقد أننا سوف ننتظر فترة طويلة. حتى المشاريع التي هي استهلاكية والتي تعتقد أننا سنستطيع أن نتقاسم السلطة مع الانقلابيين لفترة وجيزة، هذه مشاريع مؤقتة ستفخخ المرحلة، وفي القادمة الأيام سوف ينفجر الصراع مجددا. نحن نريد حل سياسي كامل، ولن يتأتى هذا الحل إلا بناء على ما توصل إليه اليمنيين. لا نريد أكثر من ذلك، لا نريد إلا صياغة مشروع بناء على ما يستفتي عليه اليمنيين. وإذا قال اليمنيين أنهم لا يريدون هذا الدستور أو لا يريدوا هذه المخرجات، سنبحث عن 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 عن, عن مشاريع عن مشاريع أخرى. في الأخير صاحب القرار هو الشعب اليمني. المشاريع الاستنزافية الآن التي تحاول أن يعني تستنزف طاقات اليمنيين، أنا أعتقد أن يجب علينا الحذر منها. الهدف واضح، الانقلاب واضح، معالم الدولة واضح، والمشروع الواضح أمامنا هو مشروع الدولة الاتحادية. أي مشاريع أخرى هي الآن ليست واضحة وتستنزف جهود اليمن والإقليم والعالم. نعم، طيب ابقى معي أستاذ براء، إن شاء الله سينضم إلينا أيضا الدكتور أحمد عطية، ولكن بعد أن نتابع هذه المادة المعلوماتية التي أعدها الزميل وديع عطا عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل، مقررات المؤتمر، مخرجات المؤتمر، وأيضا كيف تم إجهاض هذا الحلم اليمني الكبير، نتابعه ومن ثم نكمل الحديث.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وهذه المرة إلى مع معالي وزير الأوقاف الدكتور أحمد عطية من الرياض، عضو فريق صياغة الدستور. مرحبا بك معالي الوزير. حياكم الله، مرحبا بكم. أهلا بك معالي الوزير. نحن اليوم في الذكرى الرابعة لمخرجات الحوار الوطني، كنت أنت أحد أعضاء فريق صياغة الدستور. هل كان هناك نقاط جوهرية، كان هناك خلاف من قبل الانقلابيين لم يعني تعجبهم أو لم تتماشى مع ما يريدون، وهي كانت السبب الحقيقي في انقلابهم؟ أولا شكرا جزيلا لقناة بلقيس على هذه المداخلة، ونحن نؤكد بوضوح بأن مؤتمر الحوار الوطني كان أول مؤتمر يحصل في تاريخ اليمن منذ عام 1948 ميلادي. نعم. طرحت كل القضايا على الطاولة من 48 إلى 2013، وكان الانقلابيون مشاركين في مؤتمر الحوار مدة 10 أشهر، وكانت أخطر قضية كنا نتناقش عليها في فريق بناء الدولة الذي كنت أنا عضو فيه مع مجموعة من القضاة والقانونيين والسياسيين، هي مسألة تحول اليمن من دولة بسيطة مركزية قاتلة في مركزيتها إلى دولة اتحادية فدرالية يتم فيها العدالة في توزيع السلطة والثروة. كانت نعم. هذه من النقاط الأساسية في الخلاف. نعم. ثم أن مخرجات الحوار الوطني كانت عليها مؤامرات كبيرة جدا. كان الانقلابيون معنا على طاولة الحوار في موفنبيك، وكانوا يقاتلون في دماج في تلك المرحلة، يمشون على خطين، خط قتالي وخط سياسي. نعم. وكنا نصرخ ونصيح على أصواتنا أنه لا يجوز أن يجتمع خط سياسي مع خط ميليشياوي مسلح. نعم. ثم أنه في اللحظات الأخيرة والفارقة مؤتمر الحوار أرادوا إفشاله، لكن كان هناك دور عظيم يجب أن يذكر ويشكر لفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي حفظه الله في مسألة إنقاذ مؤتمر الحوار الوطني في اللحظات الأخيرة، وفي آخر يوم منه تم اغتيال الدكتور أحمد شرف الدين رحمه الله، ولا يوجد جهة مستفيدة من قتل أحمد شرف الدين غير الحوثيين الذين لا يريدون دولة حضارية ولا دولة مدنية ولا دولة اتحادية أيضا. نعم. وجاء الرئيس في لحظات فارقة وعصيبة دون سابق إعلام لأعضاء مؤتمر الحوار حتى أنقذ مؤتمر الحوار في تلك الجلسة الختامية. نعم. هذه الوثيقة التي توافق عليها اليمانيون لا يوجد اليوم مخرج أمام الجنوب أو أمام الشمال غير هذه المخرجات التي ستخرج اليمن إلى بر الأمان. نعم. انتقلنا بهذه الوثيقة مباشرة إلى لجنة صياغة الدستور التي كنت أنا عضو فيها، وتنقلنا بهذه المسودة في نعم. جيبوتي، في أبو ظبي، في برلين ألمانيا، لنستفيد من تجارب الدول الاتحادية، وعكسنا تلك المخرجات إلى قوالب دستورية وقانونية، ثم عدنا بالدستور بعد عام كامل وتم الانقلاب على هذا الدستور. نعم. وتم خط مسود الدستور حتى وصل البلد إلى ما وصل نعم. إليه الآن. معالي الوزير، فقط للمعلومة، فقط وثيقة مؤتمر الحوار الوطني التي تم يعني اختتام مؤتمر الحوار الوطني بها، هل وقعت من جميع يعني أطياف المجتمع اليمني بمن فيهم الحوثيين ويعني الانقلابيين بشكل عام؟ مؤتمر الحوار شارك فيه 560 عضو، كانوا هؤلاء الأعضاء مناصفة نصف من الشمال ونصف من الجنوب. نعم. وكان يشترط على كل مكون سياسي أو حزب سياسي بأن يأتي بأعضائه مناصفة، طلب منهم هكذا، من أنصار الله الحوثيون ومن الحراك الجنوبي ومن بقية الأحزاب السياسية عندما قدموا العرائض. نعم. تم التوقيع معالي الوزير، تم التوقيع من الجميع معالي الوزير، يعني أنا فقط كنت حاب أتأكد فقط الحوثيين وقعوا على هذه الوثيقة أم لا؟ نعم نعم نعم، كل الأطراف نعم. السياسية وقعت، وللأسف أن الحوثيين لم يأتوا لحضور الحفل الختامي في المؤتمر الحوار الذي كان يوم 25 يناير في القصر الجمهوري. نعم، ربما إذا كانت هذه الملامح الأولى. نعم، الملامح الأولى لإنقلابهم أيضا كما ذكرت أيضا للعمل العسكري والميليشياوي الذي بدأوا فيه من دماج. يا بشير، نعم، مسودة الدستور نفسها كان هناك ممثل للحوثيين وقعد نعم. معنا عام، وهو يقول لنا هذه رؤية أنصار الله، هذا مشروع أنصار الله، هذا مقترح أنصار الله، مدة سنة كاملة، واستوعبنا كل ما جاءوا به من ملاحظات، وعندما وصلنا إلى الحصاد والتوقيع وإذا بهم
ينقلب على مسوى الدستور وينسحب، فكان الانقلاب الأول بالانسحاب من المسودة والانقلاب الثاني باستخدام السلاح ضد مشروع الدولة الاتحادية الذي يتبناها الرئيس هادي وهو المخرج اليوم لليمن جميعا. نعم، سؤال أخير معالي الوزير لأنه في ختام الحلقة ولم يعد لدينا وقت فقط. الآن التحدي الأكبر الآن أمام الدولة إذا ما تم إنهاء الانقلاب، كما تعلم الآن ربما واقع جديد، الآن أصبح هناك أصوات أيضا أخرى في الجنوب التي تنادي بالانفصال وترفض حتى مخرية الحوار الوطني. التحدي الأكبر الآن وكيف يمكن لكم في الشرعية التغلب عليه وفعلا تنفيذ هذه المخرجات؟ أنا أقول لك الرئيس هادي وصل إلى شدة الحكم عبر ثلاث شرعيات: شرعية شعبية بانتخابات حرة، وشرعية سياسية بتوافق الأطراف على انتقال السلطة إلى النائب، وشرعية دولية بقرارات مجلس الأمن 2216 التي أكدت أنه لا يوجد ممثل شرعي ووحيد الجمهورية اليمنية غير الرئيس عبد الرب منصور هادي وحكومة الشرعية. وبالتالي أي دعوات أو أصوات خارج هذا القول وخارج هذه المنظومة المتكاملة من رئيس شرعي ومجلس نواب شرعي وحكومة شرعية، أنا أعتبر أنه يعني يغرد خارج السرب ولن يكون له القبول لدى اليمنيين. اليمنيين شبعوا من الصراعات، شبعوا من الخلافات، وليس أمامهم مخرج اليوم إلا التمسك بالشرعية والاستفاف خلف فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي. شكرا جزيلا لك معالي وزير الأوقاف الدكتور أحمد عطية وعضو لجنة صياغة الدستور، شكرا جزيلا لك. وعودة أخيرة فقط في دقيقة للأستاذ براء شيبان عضو مؤتمر الحوار الوطني. أستاذ براء، الآن الكلمة والرسالة الأخيرة لليمنيين للعودة والالتفاف حول مشروع الحوار الوطني وتنفيذ مخرجاته. أنا أقول لهم ببساطة أن المشروع الوطني الجامع دائما أفضل من المشاريع الصغيرة. اليوم الدول العالم كلها تحل خلافاتها عبر الحوارات عبر النقاشات. من يعتقد أنه يستطيع أنه سيفرض أمر واقع على اليمنيين، سيفرض أمر جديد على اليمنيين فقط لأنه يمتلك السلاح؟ أعتقد أنه واهم. هذا لم نعد نعيش في 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 القرون الوسطى، نحن نعيش في القرن الواحد والعشرين. الدنيا تغيرت، يجب أن نستوعب أن يجب علينا أن نلحق بركب الآخرين، أن نلحق بركب العالم. والمشروع أمامنا واضح، المعالم واضحة، لا نخترع العجلة من جديد، نتجه إلى المستقبل. المشاريع التي تفرض بالسلاح سوف تنتهي. ونؤكد للجميع، من يعتقد أن الانقلاب أو أي مشاريع ثانية سوف تخرجه من هذا الوضع هو واهم. مشروع الانقلاب سينتهي، المشاريع المسلحة ستنتهي، ولن يبقى إلا مشروع الدولة واستعادة الدولة. شكرا جزيلا لك عضو مؤتمر الحوار الوطني الأستاذ البراء شيبان، كنت معنا عبر السكايب من لندن. مشاهدينا الكرام، لم يبقى إلا أن نستعرض تعليقاتكم حول الموضوع في صفحة البرنامج على الفيسبوك ونقرأ بعضا من هذه التعليقات. التعليق الأول لصديق البرنامج عبد المجيد الصلاحي يعلق بالقول: اليوم بعد مرور 4 سنوات ليس لدى اليمنيين من مشروع جاهز ومحكم وقابل للتنفيذ سوى هذه المخرجات. إنها الحل الأمثل لمشاكل اليمنيين، ما زلنا نواجه قوى الشر بها ونقاتل لأجل تحقيقها، وما زالت لديهم قدرة أن يقاتلوا ضدها، لكن الشعب اليمني لهم بالمرصاد. عبد المجيد الصلاحي. تعليق آخر أيضا من صديق البرنامج الأخ أحمد طاهر يعلق بالقول: لا بد من تنفيذ ما اتفق عليه كل اليمنيين تحت قبة مؤتمر الحوار الوطني، ومن بثق عنه من مسودة الدستور راعت جميع شرائح وأطياف ومكونات النسيج اليمني من المهرة حتى باب المندب، ولا تزال عن ذلك. فبمسودة الدستور اليمن الاتحادي ستحل القضية الجنوبية وقضية صعدة حلا عادلا، وسيكفل لهم التوزيع العادل في الثروة. الأخ أحمد طاهر، ونكون بهذا الرأي قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من بين قوسين. في الختام تقبلوا أو أشكر ضيوفي، كان معنا معالي وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني، وأيضا معالي وزير الأوقاف وعضو لجنة صياغة الدستور الدكتور أحمد عطية كان معنا من الرياض، وأيضا البرلماني شوقي القاضي، وكذلك العضو مؤتمر الحوار الوطني والناشط الحقوقي البراء شيبان. في الختام تقبلوا تحايا المنتج ومعد هذه الحلقة الزميل وديع عطا، وأيضا الزميلة إلهام عامر، ومن كافة الطاقم. حتى الملتقى بحلقة جديدة من بين قوسين بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم ورحمة الله.